أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. صدق الله العظيم.